وجودنا هو تأكيد على دعمنا لمسيرة الإبداع والتميز، ونكبر في جامعة فلسطين التقنية خضور هذه النقلة النوعية بالتركيز على إنجازات أبنائنا المعرفية وأيضا النتاجات الفلسطينية لحصيلة عمل استمر على مدار الثلاث سنوات الماضية في التركيز على التعليم المهني والتقني، التركيز على الإبداع الابتكار، وأيضا على مفهوم الريادة بأن يكون هناك جيل يؤمن بضرورة الدخول إلى سوق المال والأعمال بجسارة وبإرادة ودون أن يقمع لا معنويا ولا فكريا. وبالتالي احنا نفخر بأبنائنا اليوم الذين نراهم يحصدوا نتائج نوعية والذين نراهم يتقدموا الصفوف على أمل أن يكون لفلسطين الرفعة والمكانة التي تؤهلها إن شاء الله لتحقيق التحرير والاستقلال قريبا بإذن الله. نهتم بمشاريع التخرج ونعطي حوافز وهي جوائز مالية هي قليلة ولكن ذات معنى كبير لدى المهندس وصاحب المشروع ليكمل مشروعه ويكون حقيقة على أرض الواقع لاحقا. هذا واجب نقابة المهندسين، ونحن ننظر إلى جامعة فلسطين التقنية كجامعة حكومية راعية لهذا العمل الإبداعي المميز والطلبي، وإن شاء الله سنبقى على هذه المسيرة في دعم جامعة فلسطين التقنية ومشاريع التخرج وكذلك باقي الجامعات الفلسطينية إن شاء الله. طبعا هو مؤتمر سنوي وكل سنة بطلع عنا بحلة جديدة بمواضيع جديدة. المتجدد في مؤتمر العام هذا هو إنه بيواكب خلينا نقول اللي هم العلوم الهندسية اللي هلأ حاليا خلينا نقول هي تريند مارك أو الهات توبكس عندنا في مجال الهندسي، وبالتالي هي مواضيع متجددة وبتماشي التقدم والتطور في العلم الهندسي. فبنلاحظ إنه حنركز على العمارة الخضراء، الطاقة المتجددة، حنحكي كمان عن حواسب المتنقل ومفهوم العمل الإلكترونية في المحاضرات العلمية، كذلك خلينا نقول محاور النقاش اللي هي في الجلسات الحوارية مواضيع جدلية، نحكي عن حوكمة النظام التعليم الهندسي في جامعات فلسطين، كذلك حابين نركز نعطي بعد جندري على هذا المؤتمر، هذا جديد، هذا أول مرة يحصل أن نركز على النساء الرياديات في المجال الهندسي. ضيفاتنا نساء مميزات ورياديات في هذا المجال في العمل العام، سواء في العمل العام كالبلديات كذلك في الجامعات وحتى في القطاع الخاص كمديري شركات أو صح مكاتب استشارية هندسية. مشروعنا عبارة عن بولر روبوت بيعمل لي موشن بشكل بولر، برسم لي فيها كيرف، هاي الحركة استغليناها عشان نعمل أشكال في الجبس من هالأشكال الدائرية اللي مش موجودة في السوق بشكل ميكانيكي، موجودة في السوق بشكل عملي. عندنا هون العمود الأساسي للدوران، تمام، بكون في حركة دائرية من 0 ل 360 درجة. عندي هون سلايدر بتحكم لي بقيمة الراديوس، من خلال هاي المشين أنا بقدر أعمل أي كيرف بدي إياه في الجبس وبيعه في السوق واستخدامه في المنازل كمناظر جمالية وديكور. احنا عملنا مشروع تخرج استخدمنا فيه تطبيقات الذكاء الصناعي في انه نتنبأ في منحنى التيار والفولتية للخلايا الشمسية، زي ما انتم شايفين هون الناتج عند الخلايا الشمسية. طبعا هذا المنحنى كتير مهم في انظمة الطاقة الشمسية في عمليات الصيانة، وهذا يعني اول مشروع في العالم انعمل انه قدر يتنبأ لكل انواع الخلايا الشمسية في هذا المنحنى وعلى اختلاف الظروف الجوية من أشعة شمسية ومن درجات حرارة.